أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: جاء في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والسؤال: هل الحمام المذكور هو الحمام الذي يطلق عليه اسم الديماس، أم هذه الحمامات المعروفة الآن في البيوت؟ الحمام المراد به محل الاستحمام والاغتسال، ما هو اللي في البيوت، هذه حشوش، ما هي بحمامات، هذه حشوش محل قضاء الحاجة. أما الحمامات المعروفة هي المستحمات اللي كانوا يعملونها في المدن لأجل الاستحمام بها والعلاج، يعني فيها ماء حار وفيها بخار، وإذا دخلها الإنسان يعرق، وإذا كان فيه نوع من الأمراض أو مرض عصبي أو فإنه يستفيد منها. هذه الحمامات المعروفة، حمامات علاجية وحمامات للنظافة، للعلاج وللنظافة، وليست محل قضاء حاجة. نعم.